بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب قسم الأحياء، تحية طيبة. بعد النهاردة بنتكلم في الدراسات العامة للأسماك العظمية، وبنتكلم في طرق الحماية. أول حاجة العوم السريع، إزاي يحمي الحيوان نفسه؟ طبعا يحمي نفسه أول حاجة بالعوم السريع، يهرب من الإيه، الأعداء الطبيعيين الموجودة، والفكوك القوية وأعضاء الحس الحادة، كل دي من وسائل الحماية. أو إن هو يبقى عنده يتغير في لونه وشكل الجسم لمحاكاة البيئة المحيطة به، برضه كوسيلة للتخفي، إن هو يهرب من الأعداء الطبيعيين بتوعه. الأشواك الحامية أو الحادة وغدد السم الموجودة والمخاط، برضه كل ده من طرق الحماية إنها تحافظ على إيه، على حياتها. الأعضاء الكهربية والأعضاء الوامضية، كل ده برضه من زي بعض الأسماك اللي هي ممكن تبقى تحمل في بداية جسمها كده على جزء يطلع إضاءة كده، ممكن إنها تستغله إنها إيه، يعني تصطاد به الفرائس بتاعتها المختلفة. أو الأعضاء الكهربائية زي ثعبان الماء اللي هو ممكن يؤدي إلى إيه، شحنة كهربائية تصعق الإنسان. أو مشتقات الجلد برضو، النقطة التانية برضو الحراشيف، الأسماك القطية، القرموط والبياض مثلا بدون قشور أو بدون حراشيف، الأسماك الغضروفية فيها عندها حراشيف ذراعية، الأسماك العظمية قلنا عندها حراشيف عظمية مختلفة في الشكل والحجم على حسب نوع السمكة، في كوزمودية، نحمية الزعانفة، جانودية ونشوات الزعانف، دائرية وشوكية في كاملة تعظم سمكة البلطي. طرق الحماية، فائدة الحراشيف إنها برضو يمكن معرفة عمر السمكة من خلال الحراشيف زي ما قلنا قبل كده، والدوائر اللي موجودة فيها فصل الربيع والشتاء، تحميها من مهاجمة الأعداء الطبيعية. حتى لو اصطادها ممكن تقلل عملية التحلل، ممكن تهرب منها، تحافظ على ضغط الأسمنز لجسم السمكة. طبعا عدد الحراشيف على الخط الجانبي، وعدد الحراشيف من الزعنفة الظهرية إلى الخط الجانبي، إلى الخط أو الزعنفة الصدرية أو الحوضية، طبعا الخط الجانبي يستخدم للتعرف على نوع السمكة. يعني لو أنت عندك كده خط جانبي كده، هنقول إيه، ده الناحية الظهرية، ده الناحية البطنية. عدد الحراشيف اللي هنا، عدد الحراشيف اللي كده، ممكن منها تعرف نوع الايه، الاسماك الموجوده. ويعني من سواء انت عرفت عمر السمكه منها او عدد الانواع مختلفه على حسب عددها، فهي كلها في الاول وفي الاخر كلها برضو من طرق الحمايه للاسماك. المخاط اللي بتفرز برضو، ده افراز غليظ يقلل الاحتكاك ليسهل حركه السمكه ويمنع تصقل للطفيليات الموجوده، ويؤخر عملية تحلل جسم السمكة إذا السمكة إيه تم إيه الإمساك بيها، يعني في محاولة للإيه الهروب منها إذا كان في إتاحة يعني. طيب إذا ما كانش فيه، يبقى بتستخدم برضو إيه مع الطين عشان تديك شرنقة لسه كان فيها مواسم الجفاف زي ما قلت لك، زي سمكة الإيه البروتوبيترس. برضو من دور الحماية اللي هي الأسماك اللي هي الأشواك والغدد السامة. الأشواك أعضاء دعامية وقائية، الغدد السامة طبعا تفرز السم عن طريق إيه، قناة جانبية أو مركزية داخل إيه الشوكة كده، لو في شوكة كده تلاقي في قناة كده بتطلع إيه السم من الغدة السامة. وظائف الجلد، يفرز طبعا المخاط، يتحكم في عملية انتشار الأملاح من وإلى الجسم، يحتوي على الأشواك والغدد السامة والصبغيات. طبعا التنفس، يحتوي على الغدد الخط الجانبي طبعا وما فيه من وظائف. اللون وشكل الايه الجسم، برضو ده من ضمن الايه الاليات او الحاجات المختلفه. انا ممكن السمكه تحمي نفسها عن طريق التغير في لون السمك، وان هو يتشكل وياخد شكل مضاهي للبيئه اللي هو موجود فيها. تتخذ بعض الأشكال الأسماك شكل البيئة المحيطة بما مثل السمكة الحجرية أكنها صخرة. بعض الأسماك تأخذ ألوان الوسط المحيط بها كنوع برضو من التخفي، بيسموه الميميكري، المحاكاة اللونية، ميميكري أو بروتكتيف كلاريشن اللي هو الحماية اللونية. والسلام عليكم ورحمة الله.